سقطت المفاوضات بين وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة التي تقدمت بواسطة محاميها الأستاذ أشرف الموسيوي لدعوى أمام مفرز جونيه القضائية ضد طليقها يجري بالإهمال بالواجبات العائلية بعد أن وصلت المفاوضات إلى طرق مسدودة في ظل رفض وائل تقديم أي تنازلات. فقد أكدت مصادر خاصة أن أنجيلا اقترعت أن لا جدوى من المفاوضات وأن وائل لا يرغب أصلا بالتنازل لمصلحة ابنتيه، كاشفة عن استدراج تعرضت له بشارة ليكتب ما يشبه الاعتذار كبداية للحال عبر حسابه على انستغرام. وفي التفاصيل بحسب مصادر موثوقة، دعا أحد الإعلاميين المقربين من وائل كفوري وسيدة أعمال تربطها بالفنانات صداقة وطيدة أنجيلا بشارة إلى فنجان قهوة للحديث عن الإشكال الذي حصل بينهما والوصول إلى تسوية. وأبلغ بشارة أن الأمور في طريقها إلى الحل وأن وائل يرغب بالتفاوض وأنه وافق على زيادة نفقة ابنتيه الشهرية إلى 4000 دولار. وأقنع أنجيلا بإنهاء الخلاف والتراشق الإعلامي، خصوصا أن مدرسة ابنتهم على الأبواب، ومن الضروري حل الخلافات وإبداء النوايا الطيبة إكراما للطفلتين. وقد صغ الإعلامي نفسه صيغة الرسالة ونشرتها أنجيلا عبر الإنستغرام دون العودة إلى محامي أشرف الموسوي الذي كان حينها في شرم الشيخ. ولدى عودة الموسوي فوجئ برسالة أنجيلا التي فهمت بصورة خاطئة على أنها نفشفت لتصريحات سبق وأدلت بها إلى صحيفة النهار، وتحدثت خلالها عن تعرضها للعنف وعن الضيق المالي التي تعيش فيها مع ابنتيها. وحاول المحامي احتواء الموقف خلال تعليق كتبي أكد فيه أن ما فعلته أنجيلا كان لأجل ابنتيها فقط. وفي اتصال معه أكد الموسوي أنه تقدم بفعل بالدعوى أمام مفرزة جنوية، وقال قدمت بصفة محامي أنجيلا بشارة بدعوى ضد المدعوم ميشيل كفوري بتهمة الإهمال بالواجبة العائلية بعد أن وصلت كل المفاوضات إلى طريق مسدود. وتابع لا عودة إلى المفاوضات، وقريبا ستحاسب كل الأبواق المحسوبة على ميشيل كفوري قضايا وفق الأصول. وأما إذا كان سيقاضي الشاعر حبيب أنتوني المقرب من وائل والذي اشتبك معه كلاميا عبر تويتر بعد قيامه بنظم شعر هجائي ضد أنجيلا وصل حد القدم والذم، قال له أقاضيه قد أحببته بأني لا أتكلم مع الوكيل في ظل وجود الأصيلة وأقصد ميشيل كفوري، ولن أنجر إلى الأقلام المحسوبة على هذه الأخيرة والتي تكتب بتحريض منها. وأكد الموسوي أن وكيل كفوري يقوم بعمل لايك للشاعر المذكور، ما يؤكد أنه يوافق على مكتوبه. وأما حكي عن استعداد وائل لمقاضاة أنجيلا بتهمة القذف والذم، قال كيف سيقاضيها وبأي تهمة؟ وتابع لا يمكن إقامة أي دعوة في ظل صمت أنجيلا وعدم تعرضها له بعدم وعدم نشرها أي بوست يتعلق بها، هي اختفت عن الأنظار بعد كتابتها تلك الرسالة. وعن الضرورة التي نشرت عبر انستا ستوري من منزلها والتي تظهر أن منزلها من دون أثاث والتي اعتبرت مهينة لوائل، قال في النهاية هذا منزلها، أي قانون يمنع امرأة من نشر صورة لفنجان القهوة الذي تحت سيفها. وأكد الموسوي أنه يملك من الصور المستندات والوثائق ما يصدم الرأي العام، وأن لا عودة إلى المفاوضات لأنها لن تثمر عن شيء. وكانت أنجيلا قد كتبت قبل فترة رسالة فهمت أنها بداية الحل مع وائل، جاء فيها الحياة تتقلب بلحظة بمكالمة هاتف نتيجة تحليل خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص، كلمة وموقف، حيث لا قوتك ولا عم ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمامك أي لحظة من هذه اللحظات، لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة. تبعت أنجيلا لكن أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضا، وأنا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي مقدسة. ختمت أنجيلا كلامها وائل فنان كبير وأب كبير. الموسوي أكد في تصريح سابق تلك تلا الكتابة أنجيلا رسالتها الشهيرة أن التفاوض ما زال قائما حتى اللحظات الأخيرة بين أنجيلا ووائل، وأن ما جرى هو من باب وضع الحد لما طالها وطال وائل كونه وليد طفلتها من قبل الإعلاميات والأبواق المغرضة، واستكمال مسار التفاوض البعيد عن الضجيج الإعلامي. بحسب الموسوي الذي أوضح أن التسوية وصلت إلى خواتيمها وأصبحت شبه نهائية وأنها تطال كافة التفاصيل. كما أكد الموسوي أن ثمة اتفاق مع محاوي كفوري النائب هادي حبيش على التهدئة وعدم إقامة أي دعاوى قضائية، إلا أن تعثر المفاوضات وهجوم منابر إعلامية معروفة. صداقتها مع وائل على أنجيلا نسف كل المفاوضات وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر،
لتبقى حياة وائل كفوري ومشاكله العائلية مادة دسمة في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.